سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. وقد اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 59 حاله قائمه جديده، منها 17 حاله لعماله وافده و37 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى خمس حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفاه خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 71 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 649 حالة